من خلف الستار خرج رئيس لائحة البيرتي جمال عيتاني ممارسا حقه الديمقراطي وواضعا لائحة البيرتي زي ما هي في صندوق الاقتراع في ثانوية عمر فاخوري الرسمية. وعقب إدلائه بصوته دعا عيتاني أهل العاصمة للمشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق. أنا بدعي أهل بيروت اليوم من أهلي وأصحابي وأهل بيروت اللي بحبوا بيروت واللي بدوا ينتخبوا لبيروت ولخدمة بيروت أنه ينزلوا اليوم على التصويت هلأ ما يتأخروا أكثر، ينزلوا يصوتوا بكثافة، لعبة ديمقراطية جيدة جدا، لازم ناخذ الفرصة وننزل نقول نحن مين بدنا يجي يدير بلدية بيروت، مش غيرنا يختار يلي بده يدير بلدية بيروت. أنا خوفي أنه يكونوا الناس مفكرين أنه خلص اللائحة محسومة ومشان هيك متقاعسين وقاعدين ببيوتهم، مشان هيك أنا عم أقول لهم لا، الموضوع منه ما في حسم نهائي إلا لما أنتوا تقولوا صوتكم فانزلوا ادلوا بصوتكم. عيتاني كان قد بدأ جولة صباحية من مدرسة عمر فاروخ في الطريق الجديدة وبعدها جال داخل أحياء المنطقة وسط ترحيب كبير من الأهالي. وفي مركز تيار المستقبل في منطقة قصقص كان لقاء لعيتاني بالمنسق العام لتيار المستقبل في بيروت بشير عيتاني، كما زار مركز التيار في منطقة عائشة بكار واستطلع عمل الماكينة الانتخابية. وفي مركز حزب الهنشاق التقى رئيس لائحة البيرتي مع أعضاء الحزب ومرشحه في اللائحة أرام ماليان. الله يعطيهم العافية، المكان عم تشتغل بعزم وبقوة، الكل مجند لينزل ليشجع العالم تنتخب لمدينة بيروت، تنتخب للائحة البيرتي يلي هي حتقوم بالنهضة بمدينة بيروت الاقتصادية والعمرانية إن شاء الله. دعم المواطنين لعيتاني جاء معنويا وفعليا خلال لقائه بهم إثر جولة على العديد من مراكز الاقتراع وسط تأكيد منهم على التصويت للائحة البيرتي زي ما هي.